السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا والله كتير. جينا لكم بقى في تحدي جديد، انا ومرات اخويا، هنشوف بقى مين اللي هيكسب، انا ولا هي. انا كسبتها الدور اللي فات في الرنجة. هنشوف بقى، ده تحدي فسيخ اهو، كل واحد فسيخة كبيرة، هنشوف هنكسرهم ونرجع بقى ايه نبدأ التحدي. حط عيشة فين؟ ما هو زي ما هو، هنوريهم كده انشغل. عادي عادي، احنا كسرنا الفسيخ يا جماعه، شايفين اهو يا جماعه، وكل واحد معاه سلاحه. ثلاث ما انا لازم اطمن على عيشه، احطه فين وانا باكل يا جماعه؟ ثلاث رغيفه، ثلاثه، ومعانا الخس، معانا الخيار والبصل والليمون. يلا اتفضلوا بقى معانا، اتفضلوا يا جماعه، احط بسم الله نغسل الليمون الاول. انت عايشه فين؟ انا مش فاضيه ارد عليكي. بص والله دي الفسيخه كده. اكلتي؟ اوعى تاكلي. حط عيش فين؟ احنا بنلعب شراعات الفسيخه. بجد بتحط عيش فين؟ هاتي فسيختك شويه. انا الاول انا ممكن اجي على الفسيخ. هاتي فسيختك، مش انت شيلي العظمه. احط بعدين نظمي كده. يا لهوي يا لهوي على القشطة يا جماعة، قشطة. يا جماعة أنا وأخويا اللي نزلنا جبنا الفطير ده فظيع والله يا جماعة، مش عارفة أقول عليها إيه. أنا وجوزي اللي نزلنا جبناه، وإحنا جبنا لهم العيش، والفرن كان زحمة. كذابة ما بتعرفش تجيب حاجة. وجبنا الخس. طب ما تقولي لها أحلفي كده. أحلفي كان أنت اللي نزلتي. الأكل جميع. شفتي ما قدرتش تحلف إيه؟ أصل الراجل تبعنا مش تبعها إيه؟ عايزه اقول لكم وهم بياكلوا كنا هنموت. دي حادقه شويه، دقيها. جميل. طب دقي انت دي؟ هو عارفه دي بتاعتي غير بتاعت العيال. دوقها من كده. استنى بس. استنى. يا واحد تاني مش عايزه تطلع اهو. كنت لسه بتاعتي احلى من بتاعتك. الله جماعه حط بتاعتنا احلى والله تحفه بتاعتها والله احلى. او المصحف هيا يا ريتها ما دقت. بقنعت بجحا يا جماعه النهارده. انا نويت اكسب. انا ممكن اسيبها تكسى عشان انا اللي كسبتها المرنجه. ماشي يا روان. ماشي فاضي. مش هسيبه وانا في الناس شمتنا فيا اللي انا بحصل ما عارفين نفسهم. تصدقي الرنجة اسهل؟ بتبقى اجمل. فظيع. انا شايف البصل من حلاوته والله. تمام بقى بعد كده ايه؟ بالرق شاي بقى. محمد وطي صوتكو. الشوك بقى هيعطلني ولا ايه؟ عارفين يا جماعة صنع بقى وجعني. تحت. جايبين عيش ناشف. الحاجة الوحيدة اللي نزلت جابتها جابتها ناشفة. مهما اقول لكم على الجمال. سلام.
ده تراجع ولا استسلام. وباذن الله تسيبها. شكلي كنت هبلع شوكه. كلي على واحده واحده. كلي على مالك يا حبيبتي. قلت لهم نعمل التحدي ده مع بعض تخافي تخسر. انا جوزها قال لي لا ما عرفش فين الثانية يا جماعة. لازم اغير صورتي اللي انتوا بتعيشوا. والله يا جماعة هو اللي مش مساعدني هو وبقي. بصيلي كل واحد بقه بيساعده يا اما ما بيساعده. ايه الاكلة دي بس؟ ايه الاكلة الجميلة دي؟ انا حلوة وزي الفل. انا غير ما في بقك كل ما قلتلك على الراجل صح؟ ده غير مين؟ جماعة هي اللي جابت العيش البايظ. انا جايبة الفسيخ الحلو. احلف وحياة سيدي اللي معرفوش. انا اللي جبته. والنعمة هتصفق جزارة. اخدت عليا قوي. لا بقى فوق طب بصوا العيش رؤية جدا كمان. الله انا متهيألي الفسيخ عيش الملايين يا جماعة. كل مرة بصوا هي بتقوم تشتغل مرة واحدة بكرة همك. مين انا؟ انا قربت اخلص الثاني. لا صبري نفسك. شفتوا الزيت ده؟ بصوا العيش في سختي يا جماعة. أروح العيش ها انت حلو مش نافع. من هاخد اللقمة دي من ايدي. قشطة قشطة اصل دي كده حنان جابتهم قشطة سمنة. سمنة مش قشطة. ريحة طلعتهم عليه فاكرينه؟ انت بتبدأي بطيء وبعدين تسرعي. بشغل المعدة عندنا أرنب. الله قشطة زبدة عشت ايدي انا وجوزي. جماعة انا وجوزي اللي نزلنا جبناه. حبيت اكمل واقول اخويا معايا. Thank you.
كل خاص كل بسرعة بسرعة عن كده ايه الناس عارفة لل الفسيخ بيطول حبايبنا بيحبونا صح الربع عايزين نطول الفيديو مش هتكلم عشان اكتب هروح اشكر الراجل رفع الراس من جنب قريب والله ماما كنت خايفة من ماما كنت اتريق عليه عجب ماما المفروض ماما عجب الكبيرة والمفروض الكبيرة تقول رأيها قالت ايه رأيك في مجايب يا ماما لا مجايب بس موائل ربنا يخليك يا ماما يا رب تسعى جبناها طبعا رفع روحنا المعنوية هي اللي بترفعها لنا محدش تاني اه هي دي الكهرباء تقسم بالله هي دي الكهرباء عرفتوا الكذب بيوصل لايه يا جماعة؟ اقسم بالله الكهرباء ازاي معرفش انتش قادرة يلا عايزه سكينه معلقه معلقه حابب انت تاكلي بعيش عشان حرام تاكلي حاف مش عارف اكل زبده صاحبي يا فرحة نانسي وعبد الحسين فيك لا عبد الحسين عايز نكسب هو ونانسي انا بقول للتاني فرحانين فيه مش هفرحهم والله لا كلها بعفلتها لسه نظف لا والله ابدا تترفع وانت قاعد جنبها انا لسه جاي انتش قادره يا جدعان بتخون مراتك بتخون مراتك انت بتخوني اتكلموا في موضوع الخيانه دي وخلونا ننام لوني انت جيت الحمد لله على السلامه مراتك اتصرفت ماما عمال اكل شوك وانا والله
تقترب من اكل الشوب. لا صح خلاص اللي عقاب ياكل زوجتي تخليص حق اجوان. تاكل بيض؟ هاكلها بيض بعد التسيح. احيانا كنت تقول حرام. مش وقته. بتسكت ليه؟ بتركبوا البعض. بتبص لده بتبص لده. في حالة تعب. لا يا حبيبتي فيها لحم. بالليبلع يلا لسه فيها لحم. فين اللحم؟ والله يوم البتاع قلت لي خلص والله ما فيها. عضو والله يا جماعه خلصتها. بتاعتك فيها اكتر مني. لا مش تعادل. تعادل والله ما تعادل. انا مخلصه العيش قبلك وفسختها فيها جماعه. بصوا احكموا اهو في الجنب. انا كاتله اللي في الجنب. انا ده يتاكل ازاي؟ ما لا ما انت اكله جنب التاني. لا ما انا كنت حطها على ده هو. والله اهو والله انا اللي كسبانه والله ابدا. يلا عليك يا جماعه اشهدوا للفيديو الجاي. لا اهو والله انا اللي كسبه. طب يا جماعه احنا هنسيب. بصوا قربي خالص اهو. بصوا بتاعتها فيها منين؟ فين ده؟ شايفين الجنب ده؟ شايفين؟ بصوا بقى انا بتاعتي الجنبين فاضيين ازاي. هات الديل بقى. هات الديل. لا ده ناشف مش راضي يطلع اهو. انا طلعته. لا يا حبيبتي اهو اهو يا جماعه الديل اهو الديل بتاعها. وده الديل بتاعي وده ديلي. انا اللي كسبت يا جماعه. عامه هنسيب لكم الحكم في الكومنتات تقولوا مين اللي كسب. برده مش عارفه امسكها انا يا جماعه. وهناخد بالتعليقات ونشوف مين اللي كسب. انا يا جماعه وعاقبها ان شاء الله. لان انا شايفه انا اكلت العيش الاول وقعدت تقول لي فيها فيها وهي ما فيهاش. والله اخدت اخدها على الفاضي. ده ايه وده ايه؟ انا منحلاها اهو. امال ده كله ايه؟ اهو والله ابدا. بس يا جماعه طب اختموا الفيديو وشدوا شعر بعض كده. عامه احكموا انتوا ونشوف بقى. انا بس تحكموا كويس. ما تحكموش معاها. خليكم معايا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك. يعني اللي لسه ما اشتركش تعبت مش قادره تتكلم. بقى ايه حرقني. اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي باي.